اخواتي المرتبين، اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو تحدي قوي جدا. اليوم متحمس كثير انا لحتى اعمل معكم هذا التحدي الخرافي. هذا التحدي هو ضغط، بدنا نعمل 7 حركات ضغط اليوم لحتى نفجر ام الصدر. واذا انت متحمس لهذا التحدي اللي راح يبلش من هلا، انت وقت عم تشوفني هلا راح يبلش التحدي هلا. اذا انت متحمس لهذا الفيديو الخرافي التحدي لا يهاب الموت، حط لايك وروح قدامي على الغرفه وشلاها اغراضك. استغفر الله، شلاها اغراضك وبدلهم والبس اغراض تمرين وبلش معي هذا التحدي. يلا عبستناك. رجعت؟ اوكي. وهلا يا ابطال بتمنى من كل شخص عم تشوفني هلا تعمل سبسكرايب لهالقناه، لانه بهالقناه رح اعلمكم خطوه بخطوه شلون انت رح تصير سوبر سكسي، شلون انت بدك تزبط جسمك سوبر اميزنج يطلع سوبر فريش، زائد شعراتك، زائد شكلك، مظهرك، لبسك، كل شيء بهالقناه رح يكون موجود. عملت لايك، سبسكرايب، فعلت زر الجرس، وهلا خلينا نبلش بالتحدي الخرافي يا ابطال. ليتس جو. وهي مثل ما كنتوا شايفين يا ابطال رح نبدا بالمرحله الاولى. المرحله الاولى كثير سهله، لازم تكون اول شيء بتجيب كرسي او بالصوفة تبعتكم او طاوله نفس المستوى هذا وتحط ايدك عليها وتبلش تعمل تمرين. والتمرين لازم ما يكون كثير 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 بسرعه، لازم تعمل 25 عده، وبين كل تمرين او بين كل مرحله بنساويها لازم نستريح 20 ثانيه. اوكي، اول شيء لازم تعرفه كثير منيح انه ايديك لازم يكونوا مفتوحين بهالطريقه هيك، زائد الخلفيه اللي عندك ما تكون هيك. استغفر الله، لازم تكون لتحت وتنزل شوي شوي. اوكي، شوي شوي، ما تستعجل كثير. 1 عد 25 عده، 2 مثل ما كنتم شايفين يا ابطال خلصنا 25 عده بالمرحله الاولى. اذا كملتهم وحش الوحوش، اذا ما قدرت تسوي 25 عده ما في اي مشكله، روق حالك وارتاح. وكل يوم كل يوم تمرن ضغط، منشان ايش؟ مثلا خلينا نضرب مثال، اول يوم تعمل مره، ثاني يوم تعمل 3 مرات، 4 مرات، لحبين ما توصل 25 عده بهي. اوكي، ما في اي مشكله، ما في داعي تتضايق ابدا، لانه هذا الشيء مع الايام بيجي. اوكي يا بطل ابطال. اوكي، وهلا ننتقل للمرحله رقم 2 واللي هي، وهي مثل ما كنتم شايفين وصلنا على المرحله الثانيه واللي هي الضغط عادي. اوكي، وقت اللي انت بتعمل ضغط عادي بدي اياك تنزل مو كثير كثير بسرعه ولا كثير 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 بطيء، فهمت علي؟ يعني انه عادي. اوكي، والايدين لازم يكونوا متساويين مع صدرك. اوكي، وبتبلش تعمل 25 عده، واذا ما عملت عده واذا ما عملت 25 عده ما في اي مشكله، بس حاول. اوكي، يلا 1 2 3 خلينا نبلش سوا، الطيز لتحت، ليتس جو. خمسة وعشرين ضغط وبتستريح 20 ثانية وبتبدأ بالحركة اللي بعدها. وهي هيك مثل ما كنتم شايفين وصلنا على المرحلة الثالثة. هذا التمرين كمان شوي صعب، إذا أنت وصلت لهذا التمرين فأنت بتكون وحش الوحوش. أوكي، التمرين هذا رح يكون إيديك على الأرض نفس المسافة ونفس كل شيء، بتعمل إيديك وبتنزل ضغط بهي الحركة. وهذا التمرين كمان بتعمله 25 عدة، إيديك لازم يكونوا دابين على بعض مثل ما فرجيتكم،
وهلا بتعد 25 عده 1 2 3 ليتس جو. إذا وصلت 25 عدة فأنت بتكون وحش الوحوش، إذا ما وصلت كمان أنت وحش الوحوش كمان، أوكي؟ بس حاول تعمل قد ما بتقدر أنت لحتى توصل للعدد 25، أوكي؟ أنت وقت بتحط بعقلك إنه أنا بدي أوصل لل 25 فأنت بتحاول تعمل قصار جهدك لحتى توصل لل 25. أوه! نقطع نفسي، وهلا رح نستريح 20 دقيقة بعدين نروح المرحلة رقم 4. يا جماعة المي كثير مهمة لا تنسوها، أوكي؟ وهي مثل ما كنتم شايفين يا ابطال وصلنا على المرحلة الرابعة، بهي المرحلة نفس المرحلة الأولى، ولكن بدل ما يكونوا ايديك هيك بهي الطريقة رح يكونوا ايديك لتحت، ولازم تعمل بالطريقة الصحيحة، لازم يكون طيزك لتحت، ظهرك لازم يكون ساوي مع جسمك، اوكي؟ جسمك كله لازم يكون ساوي وتنزل الضغط 25 مرة كمان، اوكي؟ رح نستريح 20 ثانية بعدين نكمل التمرين رقم 5. وهي مثل ما كنتم شايفين يا ابطال وصلنا للمرحلة رقم 5. هي مرحلة كمان كتير صعبة صراحة، لازم تعمل ضغط زائد ترفع حالك وتسفق وترجع تنزل بهي الطريقة اللي انتم شايفينها قدامكم. هلا رح نبلش بالشيء الاصعب، الشيء الاصعب كثير، كل مرحله عم نبلشها عم بتصير اصعب واصعب، اوكي؟ بس ما في اي مشكله، انا بعرف انه انت لهلا موجود هون وانت ارجع شخصيه في كل الكواكب، ولكن حاول، اوكي؟ اذا ما قدرت حاول حاول، اذا ما قدرت 25 عده ما في اي مشكله، بس حاول، اوكي؟ ايديك لازم يكونوا متساويين عند خواصرك، اوكي؟ بهي الطريقه هيك الجسم كله تساوي وبتنزل 25 عده. هلا مثل ما كنتم شايفين عم بستريح 20 ثانية، وبعد 20 ثانية مثل ما قلت لكم رح نكمل آخر تمرين، التمرين رقم 7. إذا أنت كملت معي لآخر مرحلة واللي هي المرحلة 7 فأنت بتكون وحش الوحوش يا بطل الأبطال، وهلا رح نعمل آخر حركة واللي هي بتساوي إيديك بهالحركة هيك وبتنزل، أوكي؟ إجريك لازم يكون ساويات،
بعدين بتخلص 10 عدات من هون بتفتح ايدك شوي بتنزل 10 عدات، بعدين بتفتح ايدك اكثر وبتنزل 10 عدات. اوكي شايفين ابطال، وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اذا كملت هذا التحدي للاخير فانت بتكون وحش الوحوش مثل ما قلت لك. حط لايك على هذا الفيديو، خلي يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من العالم، وبتمنى منك تعمل سبسكرايب لهالصفحه لانه هي الصفحه بالذات راح تسويك سوبر اميزنج جسم، تعطيك طاقه ايجابيه، تفرجيك انه انت يا اخوي بتوصل، فيك توصل للشيء اللي انت بدك اياه بالوقت اللي بدك اياه. اوكي يا ابطال، شوفوا الايدين صاروا فولاذيين، الصدر عمل بومب. بتمنى من كل شخصية عملت نفس الحركات اللي أنا عملتها، وشوف يعني إذا عملت هدول الحركات بتلاقي تلقائياً الجسم عندك صار فولاذي. شوف البايسبس ديم. أوكي والله بنهاية هذا الفيديو بتمنى لكم يوم كتير 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 حلو، ولا تنسى إنه أنت أخوي الأصلي وأنت سوبر سكسي. 25 عندك ما تكون هيك. أه أستع. فرطت.